طلابي صف الحادي عشر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا احنا في الوحدة السابعة باسم التنسيق والاستجابة في أعضاء الاستقبال في الحيوانات، وخدينا احنا في الوحدة السادسة اللي هو التنسيق والاستجابة في الجهاز العصبي في الثدييات، وعرفنا تركيب الجهاز العصبي وعرفنا الوظيفة الأساسية التي يقوم بها الجهاز العصبي، إنه هو مسؤول على كل الحركات الإرادية واللا إرادية التي يقوم بها الإنسان، وكيفية التنسيق والاستجابة للوصول لتلك الأفعال لاستجابتها لأي تغير يحدث في البيئة المحيطة بالإنسان. في الوحدة هذه السابعة بناخد التنسيق والاستجابة اللي هي أعضاء الاستقبال في الحيوانات. من اسمها أعضاء الاستقبال في الحيوانات، لماذا سميت أعضاء الاستقبال؟ وما هي تلك الأعضاء التي تقوم بكل عملية الاستجابة؟ يعني استجابة لأي شيء، استجابة لكل أي تغير يحدث في البيئة الخارجية المحيطة بالإنسان. احنا نعرف أن يوجد تفاعل مستمر بين الكائن الحي والبيئة الخارجية. شو المقصود بالبيئة الخارجية؟ هي كل العوامل العضوية واللا عضوية المحيطة بالإنسان، يعني كل المواد العضوية واللا عضوية المحيطة بالإنسان تسمى بالبيئة الخارجية. من الكائنات أو المواد العضوية اللي يقصد بها الحيوان والنبات، والغير العضوية اللي هي العوامل الفيزيائية المحيطة بالإنسان التي تشمل كارتفاع درجة حرارة، طقس، مناخ، غطاء صحراوي، تقلبات في الجو، هذه كلها تعتبر عوامل فيزيائية. طبعا العوامل تلك الفيزيائية أو تلك كل المواد العضوية والغير عضوية توجد تفاعل بينها وبين الإنسان حتى يمكنه تزيد من فرصة بقائه على قيد الحياة. فبتحدث التغيرات أو تقلبات في تلك العوامل، فلازم يوجد الإنسان عنده أعضاء لكي تكشف له أو لكي تخبره جميع التغيرات الحادثة في تلك البيئة، حتى يقدر يعدل سلوكه بطريقة ملائمة لكي تزداد فرصة بقائه على قيد الحياة. الأعضاء هذه، الأعضاء الاستقبال، شو تسمى؟ تسمى بأعضاء الحس. فبنجو احنا نعرف لماذا سميت بالمستقبلات او الاعضاء الحسية. عبارة عن شنو؟ عبارة عن مستقبلات تستقبل وتبلغ الجسم بالتغيرات التي تحدث في البيئة. يعني هي عبارة عن مستقبلات تستقبل وتبلغ الجسم بالتغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية. اي تغير يحدث في البيئة، من بيقول للجسم؟ هي تلك اعضاء الحس. طبعا في الثدييات تبدأ اعضاء الحس من الغصينات اللي زي ما خدناها في الوحدة السادسة، الموجودة في السوائد، في الزوائد الشجيرية، في الخلايا العصبية المستقبلة، وحتى الأعضاء الدقيقة التخصص اللي هي زي العين والأذن. يعني العين، الأذن، كلها تعتبر أعضاء حس تخبر الإنسان بأي تغيرات، يعني تستقبل أي تغيرات تحدث في البيئة الخارجية. فالوحدة هذه بناخده اللي هي تركيب العين في الثدييات، وكيف تقوم العين بالرؤية وكيفية التحكم في الضوء. بنجو أول حاجة تركيب العين. تركب العين في الثدييات من مقلة العين كما هو موضح بالرسم. هذه مقلة العين. المقلة هذه وين توجد؟ توجد في تجويف الجمجمة، وهي حجاج العين. هذه مقلة العين، هذه كلها المقلة، يعني الجزء الواضح من العين يسمى مقلة العين، توجد في تجويف بالجمجمة يعرف به حجاج العين. هذا التجويف يلتصق بمقلة العين عن طريق، يعني العين هذه تلتصق بالمقلة بالحجاج الجمجمة عن طريق 6 عضلات. هذه العضلات هل تكون دائرية، مستطيلة، مستقيمة؟ هي عبارة عن 6 عضلات مستقيمة تستخدم، يعني وظيفة العضلات التي تربط العين بالحجاج الجمجمة وظيفتها تستخدم لتدوير مقلة العين من دون تحريك الرأس. يعني البني آدم كيف يكون واقف بيحرك عينه يمين وشمال من غير ما يحرك رأسه، يقدر يحرك عينه. كيف يقدر يحرك عينه؟ بواسطة 6 العضلات المستقيمة. طبعا الجزء الظاهر من مقلة العين مغطي بغشاء رقيق يسمى بالملتحمة. يعني هذا الأبيض مغطي بغشاء رقيق عليه، يعني العين هذه كلها مغطية بغشاء رقيق يسمى بالملتحمة.
هذا الجزء الأول من العين. يعني بداية العين توجد في تجويف بالجمجمة، يعني الجمجمة فيها زي الحفرات وين ما تحت العين، يعني احنا العين تحتها حفر، الحفرة هذه يسمى بحجاج العين. العين عبارة كأنك غطاء للحجاج. باش مربوطة العين بالحجاج؟ مربوطة من الجنب بستة عضلات مستقيمة. هذه الستة العضلات شن وظيفتها؟ تساعد على تدوير مقلة العين إلى اليمين والشمال دون تحريك الرأس. الجزء الظاهر زي ما قلنا من مقلة العين مغطي بغشاء رقيق شفاف يسمى بالملتحمة. هذا بالنسبة للأول. طبعا متصلة العين بالجلد عن طريق شني؟ جفنين العلوي والسفلي. يوجد الجفن العلوي من الأعلى والجفن السفلي. وظيفة الجفنين حماية طبعا مقلة العين، يعني هذا الجزء الظاهر الأبيض كله بما يحتوي من الداخل، وظيفة الجفن اللي هو حماية مقلة العين. تاني حاجة التحكم في كمية الضوء الداخلة إلى العين. كيف يقدر يتحكم في كمية الضوء الداخلة إلى العين؟ يعني مثلا في الأيام المشمسة لما تكون في شمس قوية أو تكون في إضاءة قوية، شنو اللي بيساعد على حماية مقلة العين؟ يقلل، يعني احنا العين تبي ترجف تفتح وتتسكر، هذا الإغماض الجزئي للعين يساعد على دخول كمية بسيطة إليها. يعني هنا بتكون وظيفة الجفنين التحكم في كمية الضوء الداخلة إلى العين. تاني حاجة الجفن العلوي والسفلي شن بيحمل عليهم؟ بيحملوا أهداب الجفون أو رموش العين. هذه الأهداب تعمل على حماية العين من جسيمات التراب. بنجو العين لما الفرض لو بدخلها كمية من التراب، أول حاجة العين شو بصير بتدمع. علاش؟ لأنها يوجد غدد دمعية. وظيفة الغدد الدمعية بتعمل على تقليل الاحتكاك عند تحرك الجفنان، يعني كيف تبي تحرك الجفنان تعمل على تقليل الاحتكاك، كذلك بتعمل على إزالة جسيمات التراب التي تدخل في العين فتطرد مع الدموع التي تفرزها الغدد الدمعية. هذا بالنسبة للشكل الخارجي للعين. بنجو بنعرفوا التركيب الداخلي للعين ومما تتكون العين من الداخل. التركيب الداخلي للعين لو احنا خدنا قطاع رأسي لمقلة العين نجد ان العين تتكون من 3 مناطق رئيسية. المنطقة الاولى تسمى بالصلبة، والمنطقة الثانية تسمى بالمشيمية، والمنطقة الثالثة تسمى بالشبكية. عندنا احنا اول حاجة اللي هي الصلبة. الصلبة عبارة عن شنو؟ هي الطبقة الخارجية وهي صلبة وبيضاء وليفية. يعني لماذا سميت بالصلبة؟ لانها صلبة وبيضاء وكلها فيها عبارة عن شنو؟ خلايا ليفية، تسمى يا اما بتقول صلبة يا اما تسمى بالغلاف الصلبي او الصلبة. هذه كلها تعتبر هي الطبقة الخارجية من العين. يلي الصلبة هذه شنو فيها؟ فيها يعني تكون موجودة حول مقلة العين كلها، بها بروز أو نتوء صغير في مقدمة العين. هذا البروز أو النتوء الصغير شفاف، شن بيحمل؟ بيحمل القرنية. يعني الصلبة من الأمام بها بروز شفاف هو يسمى بالقرنية، وهي وظيفة القرنية تسمح بدخول الضوء إلى العين وتسبب أكبر انكسار في الضوء، هي تسبب منه؟ تسبب بالقرنية. يعني الجزء الشفاف الموجود بمقدمة الصلبة يسمى بالقرنية، وظيفتها السماح بدخول الضوء إلى العين، وأكبر كمية انكسار ضوء تتم وين؟ تتم في القرنية. تاني حاجة عندنا المشيمية. المشيمية هي الطبقة التي تلي الصلبة. تحتوي المشيمية على شبكة من الشعيرات الدموية، وهي تعمل تغذية العين والغلاف المشيمي، لأن المشيمية محاطة بغلاف يسمى بالغلاف المشيمي. من بيغذي هذا الغلاف المشيمي؟ لأن كلها عبارة عن شعيرات دموية بتغذيه اللي هي المشيمية. طبعا تصبغ المشيمية باللون الأسود زي صندوق الكاميرا. علاش؟ لمنع انعكاس الضوء إلى الداخل، يعني تمنع ارتداد الضوء إلى داخل العين، حتى لأن لو مش مصبغة باللون الأسود، متى مصبغة باللون الأبيض فبتنعكس داخل العين، شنو يسبب؟ مرات الضوء الشديد يعكس على شبكية العين وعدسة العين، مما يؤدي إلى شنو؟ أحيانا يؤدي حتى إلى العمى. فبنجو النهاية الأمامية بالنسبة للمشيمية بتتحور إلى جزئين، اللي هو الجسم الهدبي اللي هو الموجود هنا، والقزحية.
الجسم الهدبي يحتوي على عضلة هدبية، هذه العضلة تغير من سمك العدسة وبعدين ناخذها في العدسة. يعني الجسم الهدبي عبارة عن عضلات هدبية. إذا سمي الجسم الهدبي باحتوائه على العضلات الهدبية وهي التي تغير من سمك العدسة. يليه القزحية، القزحية هي عبارة عن تكوين قرصي الشكل كما هو موضح بالرسم، له فتحة دائرية تسمى بحدقة العين وهي الجزء الملون بالعين، يعني يقصد هنا بها القزحية هي التي تعطي العين أو الجزء المعين للعين، وهي تسمح بالضوء المرور إلى داخل العين. طبعا زي احنا عندنا هنا موضح بالرسم أكثر، نوضحها لكم إن هذا الجزء يسمى بالقزحية وهو الجزء الملون من العين، وهذه الدائرة اللي في الوسط تسمى بحدقة العين. طبعا الحدقة هذه يتغير حجم الحدقة حتى تسمح لكمية الضوء بالمرور إلى داخل العين. هذا بالنسبة للتحورات التي توجد في المشيمية، يعني المشيمية تتحور من الأمام إلى جزء 3 أجزاء اللي هي الجسم الهدبي والقزحية والعدسة. قبل ما ننتقل إلى العدسة بنعرف إذا كان احنا قلنا إن حدقة العين تتحكم في دخول الضوء إلى داخل العين أو يتغير حجم حدقة العين، كيف تقوم حدقة العين بالتحكم في الضوء؟ بنجو على حسب الرسمة هذه إن يتم ذلك عن تغير قطر حدقة العين، وذلك لأن حدقة العين تتحكم فيها مجموعتين من العضلات. المجموعات من العضلات أو المجموعتين من العضلات تسمى عضلات اللا إرادية وهي موجودة في القزحية. هذه القزحية توجد فيها مجموعتين من العضلات، أحيانا نجيبها لكم صح وغلط، هذه نوعية العضلات إرادية أو لا إرادية، طبعا هي عضلات لا إرادية. مجموعة عندنا مجموعتين، المجموعة الأولى مجموعة عضلات بتكون في شكل دائرة اللي هي هي، ومجموعة أخرى بتكون على شكل شعاعي نفسها هي، يعني واحدة دائرية وأخرى بتكون شعاعية. عن طريق انقباض العضلات الدائرية، يعني لما تنقبض العضلات الدائرية بترتخي العضلات الطولية أو الشعاعية فتصغر حجم حدقة العين، والعكس عند الاتساع. هذه العملية مرتبطة بكمية الضوء، يعني عند انقباض العضلات الدائرية بترتخي العضلات الشعاعية فيصغر حجم حدقة العين. لما يصير انقباض في العضلات الشعاعية وارتخاء في العضلات الدائرية تبي شني بتكبر حدقة العين. هذه العملية الانقباض والانبساط مرتبطة بكمية الضوء الداخلة في العين. هذا بالنسبة للتحكم في دخول الضوء إلى العين. يعني نجيب لكم شنو هو الجزء المسؤول على التحكم في دخول الضوء إلى العين، اللي هي شنو هي؟ اللي هي حدقة العين. لماذا؟ لتحتوي على مجموعتين من العضلات اللا إرادية. أنواع العضلات هي عضلات دائرية وعضلات شعاعية. الحاجة الثانية اللي هي التحورات الموجودة في المشيمية من الأمام عندنا العدسة. العدسة هي عبارة عن شنو؟ هذه العدسة تقع بتكون خلف القزحية مباشرة، تتصل بها، وهي عدسة شو بتكون؟ محدبة الوجهين، شفافة وبلورية. تتصل حافتا العدسة، هذه الحافة هذه والحافة هي، بالجسم الهدبي. مش احنا قلنا هنا في الجسم الهدبي، على سمي بالجسم الهدبي لاحتوائه على عضلات هدبية، باش مرتبطة به، حافة العدسة مرتبطة بالجسم الهدبي عن طريق الأربطة، حيث يحتوي الجسم الهدبي على الكثير من العضلات الدائرية حتى هي لا إرادية تسمى بالعضلات الهدبية. يعني العضلات الموجودة في الجسم الهدبي عضلات لا إرادية تسمى بالعضلات الهدبية. يتم تغيير درجة تقوس العدسة وتحدبها عن طريق تلك الأربطة أو العضلات اللا إرادية، بالتالي تتم التحكم في التغير البؤري مما يساعد في تكوين الصورة على وين؟ على الشبكية في عدد مسافات مختلفة. فالعدسة تنقسم إلى في مقلة العين إلى غرفتين، غرفة أمامية وغرفة خلفية. الغرفة الأمامية هي الصغرى التي تحتوي على سائل مائي يسمى بالخلط المائي أو بالخلط،
السائل، يعني الغرفة الأمامية للعدسة تنقسم إلى غرفتين، غرفة أمامية وغرفة خلفية. الأمامية هذه زي هي موضح بالشكل، تحتوي على سائل مائي يسمى بالخلط المائي، بينما الخلفية أو الكبرى بها مائع هلامي شفاف يسمى بالخلط الزجاجي كما هو موضح بالرسم. هذا بالنسبة لي العدسة وما تحتويها، يعني العدسة بتحتوي على شنو؟ بتحتوي على غرفتين، هي غرفة أمامية وغرفة خلفية، الأمامية الصغرى والخلفية هي بتكون الكبرى. طبعا كل من الخلط الزجاجي اللي هو الخلط الخلفي أو للغرفة الخلفية والخلط المائي، شو وظيفتهم الزوز مع بعض؟ على احتفاظ مقلة العين بثباتها وانكسار الضوء، يعني يحافظ على مقلة العين بثباتها وتعمل على انكسار الضوء. هذا بالنسبة للعدسة. بنجو آخر جزء في العين اللي هي الشبكية. الشبكية هي الطبقة الأخيرة في مقلة العين، هذه الشبكية هي الطبقة الأخيرة في مقلة العين، وهي حساسة للضوء لأنها تتكون عليها الصور. يعني الشبكية هي آخر جزء في مقلة العين وهي حساسة للضوء لأنها تتكون عليها الصور. طبعا الشبكية منين تتكون؟ تتكون من خلايا حسية للضوء تتصل بنهاية العصب البصري، هذا العصب البصري، وهذه بتكون الشبكية تتكون من خلايا حساسة للضوء. عندنا نوعين من الخلايا الحساسة للضوء، يعني تتكون هذه الخلايا الحساسة للضوء بتكون متصلة بنهاية العصب البصري، وهو هذا العصب اللي بيوصل لي النبضات العصبية إلى الدماغ بعد استشارة المستقبلات الضوئية. أنواع عندنا هنا في مستقبلات ضوئية، عندنا نوعين أو نوعين من الخلايا اللي هي العصي والمخاريط. عندنا نوعين من الخلايا التي تستقبل الضوء اللي هي تسمى بالعصي والمخاريط كما هو موضح بالرسم. العصي شو وظيفتها؟ هي بتحتوي على الأرجوان البصري، وهي الصبغة المختصة بالرؤية في الضوء الخافت، لأن احنا عندنا صبغتين، صبغة مختصة بالرؤية في الضوء الخافت وصبغة مختصة بالرؤية في وين؟ تختص بالضوء القوي. الصبغة المختصة بالرؤية في الضوء الخافت تسمى بالعصي، وهي تتسبب في يعني يتسبب الضوء في تبييض صبغة الأرجوان البصري، أن الضوء القوي يسبب في تبييض هذه الصبغة المختصة باكتشاف الضوء فتتحول إلى اللون الأبيض. زي شني مثلا الإنسان طالع كان مثلا في شمس، الشمس ضوء الشمس شو بيكون؟ قوي. لما بيخش لحجرة مظلمة هل بيقدر يشبح أو يشوف من أول مرة؟ لا، بيحس على عيونه زي الغشاوة أو زي الطبقة البيضاء على عيونه. علاش؟ لأن الأرجوان البصري بتاعه شو بيكون؟ اختفى وبدأ لونه أبيض، مش يرجع الأرجوان البصري، لونه الأرجوان البصري يبي وقت يعني ما يرجعش بسرعة. لذلك لاحظوا أن الناس اللي عندهم نقص في فيتامين آ ما يقدروش، ما عندهمش، عندهم نقص في الرؤية في الضوء الخافت، هذا مع نتيجة شنو؟ عندهم نقص في فيتامين ألف. هذا بالنسبة للأرجواني البصري. أما المخاريط شو بتكون؟ بتكون أقل حساسية للضوء من العصي. علاش؟ لأنها هي تختص بالضوء القوي ورؤية الألوان. يوجد عندنا ثلاثة أنواع من المخاريط: المخروط الأزرق، المخروط الأحمر، والمخروط الأخضر. طبعا كل مخروط له صبغة خاصة به أو صبغة مختلفة. طبعا مش احنا قلنا عندنا ثلاثة أنواع من المخاريط، هي المخروط الأزرق والأحمر والأخضر. لما تجتمع المخاريط هذه كلها مع بعض يمكن رؤية الألوان المختلفة للضوء، لذلك تمكننا من رؤية الطيف كاملا على الشبكية. يعني مرات نجيب لكم فعلا كيف يستطيع الإنسان رؤية ألوان الطيف. مش هي عندنا 7 ألوان وكل لون مختلف عن اللون الثاني؟ أعلاش؟ عندما تكون المخاريط الثلاثة مجتمعة مع بعض يستطيع الإنسان رؤية ألوان الطيف كاملة على الشبكية. عندنا في بقعة تسمى بالبقعة الصفراء، وهي منطقة تكون موجودة في الشبكية تتكون
فيها صور وتحتوي فقط على مخاريط، يعني ما بتحتويش على عصي ومخاريط، لا تحتوي على مخاريط، بالتالي هي مسؤولة على تكون فيها هذه البقعة أوضح، الرؤية فيها أوضح ما يمكن، تسمى بالبقعة الصفراء أو تسمى بالحفرة المركزية. لماذا سميت بالبقعة الصفراء؟ لأن هي المكان التي تتكون فيها الصورة في البؤرة، حيث تحتوي فقط على المخاريط، ويصل تركيز المخاريط في تلك البقعة إلى أكبر درجة في هذه البقعة، لذلك مختصة بتكون فيها الرؤية أوضح ما يمكن في تلك النقطة، لذلك تكون الرؤية في أوضح ما يكون، أو يكون التركيز البؤري أو في الصورة في تلك البقعة التي تسمى بالبقعة الصفراء. هذا بالنسبة لتركيب العين.